أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة عندنا two small sessions. السيشن الأولانية هي part 2 في lecture 1 في الـ CNS motor، وهي تختص بأن هنكمل فيها الـ stretch reflex اللي هو قلنا أهم reflex عندنا في الجسم. سيشن 2 بإذن الله هنكمل فيها الباراثيرويد جلاند، هنقول فيها الباراثيرويد ديس اوردرز، وهيكون في 5 minutes يعني بريك في النص. فنتوقع الله نبتدئ بارت 2 في ليكتشر 1 اللي هو السي ان اس موتور، وهو موضوع الكلينيكال سيجنيفيكانس اوف ستريتش ريفلكس، الاهميه الاكلينيكيه للستريتش ريفلكس. ده موضوع مهم جدا في الطب، غير طبعا ان ده من اهم المواضيع اللي بتمتحنوا فيها في العملي الستريتش ريفلكس. فنتوقع الله نبتدئ. احنا عندنا طبعا التندون جيرك، اوعى تنسى ان ده استاتيك ستريتش ريفلكس، بينما المسل تون دي التندون جيرك دايناميك ستريتش ريفلكس، بينما المسل تون از استاتيك ستريتش ريفلكس. خلاص حتى عايزين نحط عليها بلون اصفر اهو، ده يبقى ده دايناميك، انما ده المسل تون استاتيك. واحب في عجاله كده اذكركم بنقطه صغيره، وايهما اهم؟ طبعا المسل تون، لان المسل تون بيحدث في كل الناس كل الوقت، بينما التندون جيرك بيحدث في بعض الناس بعض الوقت. وساعدتنا هذا الفهم العميق في اننا نفهم ان احنا عندنا الريسبتورز بتوع الاسترتش ريفلكس اللي هم الانترافيوزر مسل فايبرز نوعان، حسب النيوكلياي بتوع الفايبر موجوده فين. في باج يبقى نيوكليار باج، ودي الدايناميك. في تشين في سلسله يبقى دي الاستاتيك. وعرفنا ان ربنا خلى الدايناميك ما تشتغلش بس مع الدايناميك، يعني وايل ستريتش از جوينج اون، حتى لما الاسترتش بيتوقف وبيبقى منتين تشتغل بس لس. وفهمناها ليه؟ لان قلنا ان كون المسل تون هي الاهم يا اولاد، فما تنسوش في العملي في الام اس كيو بتاع العملي ان دي عندها، لان هي الاهم، ربنا ادها التو ريسبتورز نيوكليار تشين ونيوكليار باك، بينما التندون جيرك عندها وان ريسبتور اللي هو نيوكليار باك. المسل تون لاهميتها عندها تو افرنس برايمري وسكندري، انما التندون جيرك اللي اقل اهميه بتشتغل بالبرايمري افرنس بس. دي اهم نقطه في الام اس كيو، ان المسل تون تو ريسبتورز تو افرنس لانها هي الاهم، باك وتشين برايمري وسكندري، انما الجيرك 1 ريسبتور اللي هو النيوكليار باك، 1 افرنت اللي هو البرايمري افرنتس. ما تنساش دول، ولا تنسى ان هما الاثنين وجهان لنفس العمله، يعني في الاغلب يزيدوا مع بعض يقلوا مع بعض يقفوا مع بعض. دلوقتي لو قال لي ايه الكلينيكال امبورتنس وانا بفكر بذكاء، تعال فكر معايا. دلوقتي انا بقول انه سواء التندون جيرك او المسل تون دول ستريتش ريفلكس اهو، وهذا ريفلكس ربنا عمل له 5 سنترز انهبيتوري و4 سنترز فاسيليتاتوري. يبقى عاوز تفكر، عاوزين نفكر يا اولاد، يبقى اتوقع ان لازم يبقى في 3 اهميات اكلينيكيه. لو انا عملت دامج للستريتش ريفلكس ده ريفلكس ارك، يبقى هيضيع ريفلكس. مفيش ريفلكس بدون ريفلكس ارك، ان ده الفانكشنال يونت. مفيش ريفلكس هيشتغل بدون سلامه الانتجريتي اوف ذا فايف كومبوننتس اوف ريفلكس ارك. يبقى ده لو اتقطع لا في تون ولا في جيرك. طيب لو انا شلت واحد من الانهبيشن من الخمسه الانهبيتوري، يبقى دي تاني اهميه، يبقى يحصل بريدومينانس اوف، قولها انت، شلت واحد من الانهبيشن، يبقى مين اللي اللي هياخد الابر هاند؟ هيحصل بريدومينانس اوف فاسيليتيشن، هيبقى في هايبرتونيا اند هايبر ريفلكس. اظن انت فهمت بقى الثالثه. طب لو شلت واحد من الفاسيليتاتوري من الاربعه الفاسيليتاتوري، يبقى مين اللي هياخد الابر هاند؟ مين اللي هيبريدومينيت؟ الانهبيتوري. فهيحصل هايبوتونيا وهايبو ريفلكس. يبقى الطالب بيفكر الاسترتش ريفلكس، اذا ريفلكس
عنده انهبيشن وعنده فاسيليتيشن، يبقى لازم يبقى فيه ثلاث اهميات. تقطع ريفلكس ارك يبقى اتون يا ريفلكس، لا في تون ولا في ريفلكس. تشيل واحد بالانهبيشن يبقى هايبرتونيا هايبر ريفلكسي، تشيل واحد من الفاسيليتاتري يبقى هايبوتونيا هايبر ريفلكسي. شوف بنفكر مع بعض، مش بنقرا، بنفكر. وقلت هما الاثنين وجهان لنفس العمله يا اولاد، انه سواء تندون جيرك او ماسل تون هما الاثنين ستريتش ريفلكس، فعشان كده بس واحد فيهم دايناميك والتاني ستاتيك. بيتاثر في الاغلب والاعم، مش دائما برضه عشان الدقه العلميه، بس احنا بنبرس امراض باطنه الاثنين زي بعض تقريبا تقريبا. خليها كده. ابتدي بالتندون جيرك. ازاي بنعمل التندون جيرك؟ هنشرح شويه عمل يا اولاد. احنا عشان نعمل الجيرك لازم نحط المصل التي يتم اختبارها نمره واحد في البوزيشن اللي يخليها سلايتلي ستريتش، لان احنا بنختبر الستريتش ريفلكس، فلازم نخليها سلايتلي ستريتش، لان ده يسموه باك جراوند اوف فاسيليتيشن. اشهر اربعه ريفلكس يا اولاد اللي هما فيه اتنين في الابر ليم، البايسبس والترايسبس. طب تعال نفكر اهو دلوقتي، انا هقول البوزيشنز وانت اختار مين بايسبس ومين ترايسبس. في بوزيشن بيبقى الارم كده فليكسد بزاويه 90 درجه، وفي بوزيشن تاني بتبقى الارم اكستندد بزاويه 120. تفتكر مين بايسبس ومين ترايسبس؟ فكر في البايسبس. البايسبس هتشد اكتر لو كان سلايتلي اكستندد، يبقى البايسبس هي الوضع بتاع 120 درجه. لكن عشان اشد الترايسبس هتبقى الهاند فليكسد 90 درجه كده بالظبط، يبقى 90 درجه ده الترايسبس، 120 هو البايسبس. والفكره انت عارفها، ان نحط المسل في البوزيشن اللي يخليها سلايتلي ستريتش، لاننا بنختبر الستريتش فليكس. طيب لما نيجي نشتغل في اللور ليمز، في الني جيرك والانكل جيرك. ففي الني بخلي الرجل كده فليكسد كده عشان تبقى الكوادريسبس ستريتش، وبعدين بضرب على الباتيلا اللي جنب. انما في الانكل، تصور ده الانكل، مش هجيب لك رجلي فوق بقى، ده الانكل، ده مش ايدي دلوقتي. يبقى عاوز الجاستروكنيمياس والسوليس ماسل يبقى ستريتش، يبقى تعمل للرجل دورسي فليكشن، فيبقى الماسل دي ستريتش. يبقى اول حاجه عشان تعمل اي جيرك لازم تحط الماسل في البوزيشن اللي يخليها، قولها بقى حضرتك، سلايتلي ستريتش، لانك بتختبر الستريتش فليكس، فعاوز تعمل باك جراوند فاسيليتيشن. تخيل انت ماسك مطرقه وهتضرب على رجل العيان، يبقى العيان مشدود، يبقى ممكن يعمل جاما انهبيشن. يبقى تاني حاجه لازم نلغي الجاما انهبيشن، لان دي هتوقف الريفلكس. تلغيها ازاي؟ بان حضرتك تدايفيرت الاتنشن اوف ذا بيشنت، تاخد انتباه المريض في حاجه تانيه. فلو حضرتك بتشتغل في الابر ليمب، قول له كلينش ذا تيث، يعني يعض على اسنانه كده. فالفكره ان هو مفيش تركيز في ايده، فمش هيحصل جاما انهبيشن. طيب لو بتشتغل في اللور ليمز، ممكن برضه تكلينش ذا تيث، او ممكن حاجه تانية يشد صوابع قصاد بعض كده. يبقى دي تاني حاجه. تالت حاجه، ان المسل تو بي تيستد لازم تبقى عريانه بير نيكت، لان اللي مش فاهمه دكاتره يعني كثيرون مش فاهمين اللي هقوله ده، احنا ما بنتفرجش على حركه الرجل او حركه الايد، ما بنتفرج، احنا بنتفرج على النبضه اللي بتحصل في المصل. في ناس فاكره ان احنا يعني بيبقى بستغرب، بيبقى مركز وهو بيعمل النيه، مركز على الرجل هتطلع لقدام ولا هترجع لورا. لا، انت بص على الكوادريسبس. لما تعمل انكل تبص على الجاستروكنيمياس والسوليس، انها هيحصل فيها انقباض. طبعا الرجل هتتحرك الريزالت، بس تبقى فاهم نحن لا ننظر الى حركه القدم او حركه الايد في البايسبس والترايسبس. احنا وانت بتعمل بايسبس تبص على عضله البايسبس، ترايسبس تبص على عضله الترايسبس، يبقى لازم الحته دي تبقى عريانه، يعني مع الاعتذار شويه اغراء. خلاص، لا هو ده ازاي نعملها، ما ينفعش تعمل الجيرك وانت مش شايف المصر. دي نمره ثلاثه. نمره اربعه، هتمسك المطرقه، بس انا اسف لاني بره الزوم بتاعتي، ما عنديش المطرقه هنا، انما يمكن ان تتخيل هتمسك المطرقه اهي، دي المطرقه
وهتعمل صادن تاب على التندون اللي هو مين بقى؟ في حالة الأنكل تحت على التندو أكيلس. طب في حالة الني على الباتيلاري ليجامنت. في حالة البايسبس على البايسبس تندو، بس ده رفيع قوي على فكرة، فمش هنشي. فحضرتك تحط صباعك على البايسبس تندو وتضرب على صباعك، يعني تضرب على صباع نفسك اللي هو أنت الدكتور. يبقى التاب بتيجي على الدكتور فينجر وهو حطه على البايسبس، عشان نضمن ان البايسبس تندون ده رفيع قوي وانا مش شايفه، فمش هقعد اضرب السلام. احط صباعي احدد البايسبس تندون واروح ضارب عليه. اما في حاله الترايسبس بضرب على الانكونيوس مصر. ده لو عاوز تاخد الفول مارك في العملي. يبقى بيقول لك هاو تو دو ذا تندون جيرك، تقول له براعي اربع حاجات. فيرست واهمهم ان المسل تو بي تيستد should be in the position which makes the muscle slightly stretched because we are examining the stretch reflex. يلا قولهم انت بقى. يبقى البايسبس عشان تتشد يبقى الايد 120 درجة، انما الترايسبس عشان تتشد يبقى الايد 90 درجة. خلاص. الني لازم الرجل تبقى متنية كده، ده الفوت وده الثاي، وطبعا بتبقى الدكتور رافعها بايده كده يعني رجل في الهواء وتضرب على الباتيلاري ليجامنت. اما في الانكل بتبقى انت بايدك عامل دورسي فليكشن عشان تضرب على التندون دورسي فليكشن. يبقى دي اول حاجه، المسل نحطها في البوزيشن اللي يخليها سلايتلي ستريتش. نمبر 2، لازم نو افويد الجاما انهيبيشن. في طريقتين، يا كلينش ذا تيث، دي تنفع في الابر لور ليمز، لكن في اللور ليمز ممكن انت ما تشتغلش على الابر ليم، ممكن تشد صابعك وصاب بعض كده. نمره 3، لازم المسل تو بي تيستد ابقى شايفها، لان انا بشوف النبضه او الانقباضه اللي بتحصل في العضله، مش بشوف حركه الليمب. نمره 4 والاخيره، سادن تاب على الرجل. فهيحصل ايه؟ هيحصل سادن كونتراكشن فولود باي سادن ريلاكسيشن. سبب الكونتراكشن ستريتش ريفلكس طبعا. لما انت بتضرب تعمل تاب، المسل بتبقى سادنلي ستريتش، الستريتش ريفلكس بيعمل لها كونتراكشن. طب ايه سبب الريلاكسيشن؟ قالوا في نظريتين يا اولاد، يا اما لما العضله بتعمل سادن كونتراكشن بتشغل الجولجي تندون اورجان اللي هو انهيبيتوري، فبيعمل انهيبيشن لانه عن طريق انهيبيتوري انت النيرون خدناه مكان باي سينابتك لو كنت فاكر الرسم، بيعمل انهيبيشن. او نظريه ثانيه يقول لك لما كل الانتيرو هورن سيلز بيشتغلوا مع بعض، كل الموتور يونتس بيشتغلوا مع بعض يوقفوا مع بعض، لان في التون كانوا alternating كانوا متبادلين، لكن لما كلهم يشتغلوا مع بعض كلهم يقفوا مع بعض. يبقى في طريقتين ليه حصل ريلاكسيشن، يا اما كنتيجه للاكتيفيشن اوف انفيرس ستريتش ريفلكس ان تشد الجولجي تندون اورجان فعمل انهيبيشن عن طريق الانهيبيتوري انتر نيرون لان هو كان باي سينب، او الثانيه انه سينكرونس اكتيفيشن اوف اول موتور يونتس ادى الى سينكرونس انهيبيشن. طب ليه ما حصلش ده في المسل تون؟ تفاهم، لان المسل تون عشان ما يحصلش الحكايه دي كانت alternating، كانت بتتبادل. تمام. نيجي بقى يا اولاد عندنا السنتر تبقى عارفها بتاعت كل ريفلكس. انا عاملها لك بطريقه لطيفه خالص وسهله. هنبتدي من تحت من الانكل. فالانكل هنا بيبقى 1 2 ساكرال، تحت يبقى اخر حاجه الساكرال في السبان كور. تطلع الني 3 4 لمبر، تطلع في البايسبس 5 6 سيرفايكل، الترايسبس 6 7 سيرفايكل. اظن لاحظت ازاي تحفظها، الاعداد ورا بعض 1 2 3 4 5 6، بس اخر واحده عيدها بقى 6 7. لذيذه جدا وما تتلخبطش. طبعا تحت هنا دي ساكرال دي لمبر، انما في الابر ليم سيرفايكل. حتى فاكر كان اغنيه بنغنيها واحنا اطفال، 1 2 كتابي فين، 3 4 في المطبعه، 5 6 قفلوا السكه، حاجات عبط كده. فانت يعني انا بقولها عشان ساعات الطالب بيفتكر انا حكيتها ازاي، ان السنترز اللي هي الاغنيه بتاعت 1 2 3 4 5 6 وبعد اخر واحده عيدها 6 7. بس تبقى حافظها صم. ليه بقى؟ لان لو انت ما لقيتش الريفلكس يبقى فين مكان البوظان، فين المرض في السباينال كورد، اديك عرفت. انكل مش موجود، يبقى 1 2 ساكرا، ني 3 4 لمبر، بايسبس 5 6 سيرفايكال، ترايسبس 6 7 سيرفايكال. دول اهم اربعه جيركس، انما في جيركس ثانيه ده ممكن ايه بنعملها على المندبل. المندبل جيرك يعني بتحط صباعك كده وتضرب بالمطرقه،
فبيحصل انقباض في الاليفيتورز بتاعت الجو. يعني مش هم دول فقط للاوائل، دول الاساسيين في الطب. انما في ماندبل جاك خلاص موجود عندنا، تحط صباعك وتضرب بالمطرقه فبيحصل انقباض. طيب نرجع بقى بعد ما قلنا الجزء العملي نرجع للجزء النظري. ايه الاحتمالات الاكلينيكيه؟ قلنا هناك ثلاث احتمالات. لو ريفلكس ارك مقطوع يبقى لا فيه جيرك ولا فيه تون، اتونيا واريفلكسي. لو احد الخمسه الانهيبيتوري في ليجن يبقى هيحصل بريدومينانس اوف، شلت واحد من الانهيبيشن مين اللي هياخد الابر هاند؟ فاسيليتيشن، يبقى هايبرتونيا هايبر ريفلكسي. لو شلت واحد من الفاسيليتاتري مين اللي هياخد الابر هاند؟ الانهيبيشن، يبقى هايبوتونيا وهايبو ريفلكسي. تعال بقى ناخدهم. يبقى نسيت اقول لك ازاي هاو تو تيست ذا ماسل تون. على فكره الماسل تون ليها تيست، تو تيست ذا ديجري اوف ريزيستنت باي فليكسينج اند اكستندينج ذا ليم. يعني ليت مي جيف يو ان اكزامبل هاو تيست ذا تون. بنعمل باسيف، انت الدكتور يمسك ايد العيان ويقول له سيبها خالص ويتنيها كده ويفردها. الطبيب هو اللي بيتني ويفرد، العيان سايب ايده باسيف. من مدى الريزيستنس تقدر تعرف هل سايبه خالص هايبوتونيا ولا ناشفه في هايبرتونيا زي ما هنشوف. ونفس الكلام في الرجل، تتني وتفرد رجل باسيفلي. اهم كلمه باسيفلي، مش تقول للعيان اتني واجري وافرد رجلك او ايدك، ده يبقى اكتف، ده يبقى غلط، تاخد صفر. حضرتك كطبيب هتتني وتفرد الدراع او تتني وتفرد الليم. ده هاو تو تيست ذا ماسل تون. طيب تعال نشوف بقى امتى يبقى في اريفلكس او اتونيا. لو في انتربشن فيل، اقرا معاه فين اهو، في ريفلكس ارك. طبعا اشهر ثلاث حاجات في ريفلكس ارك قلناهم يا اولاد، اللي هم الافرنت والسنتر والايفرنت، هم دول مشهورين. هناخد امثله مهمه. ممكن في النيرفز يبقى زي البريفرال نيورايتس اللي شفناها، حتى اشهر مرض بيعمل بريفرال نيورايتس اللي هو الدايبيتس ميليتس، بيعمل بريفرال نيورايتس. الديفيشنسي اوف فيتامين بي 12 برضه بتعمل بريفرال نيورايتس. او في ليجن في السنتر، لسه في ليجن تاني ممكن ناخده في النيرف اللي هو التيبس دورسالس، خدناه. التيبس دورسالس كان من اسمه يعني الدامج للدورسال روت. طبعا انا ما بشاورش، ده مش على فكره الرسمه دي مش بتاعه الماسل تون، خد بالك دي بتاعه الانفستد ريفلكس اللي هو باي سينابتيك. اهو في تو سينابس، لان في انهيبيتور انتر نيرون هو اللي بيوقف، عشان ما تلخبطش. مش دي رسمه بس دي اللي قصادي. اقول لك تعال نروح هنا اهي، دي الصح. يبقى ممكن نبوظ النيرف او نبوظ السنتر. النيرف خدنا مثالين، بريفرال نيورايتس زي في الدايبيتس ميليتس والديفيشنسي اوف فيتامين بي 12، وخدنا مثال اخر تيبس دورسالس. وقلت كلمه تيبس في اللغه يعني دامج، تيبس دورسالس يعني دامج في الدورسال رود، وطبعا كان في كمان دامج في الدورسال كولم، مالناش دعوه دلوقتي. او نفس السنتر بايس في مرض تقريبا انقرض في العالم، حتى في مصرنا العزيزه انقرض، اللي هو البوليومايلايتس، شلل الاطفال. يبقى لو عملت انتربشن لريفلكس ارك الافرنت والايفرنس زي في التيبس دورسالس بريفر نيورايتس، او السنتر زي البوليومايلايتس، يبقى مفيش ريفلكس بدون ريفلكس ار، يبقى في اتونيا واريفلكس. طيب كده خدت تلت النمره، لانك قلت تلت الاهميه. لو شلت واحد من الانهيبيتوري خلاص، يبقى يحصل بريدومينانس اوف فاسيليتيشن. مين اشهر مثال قلناه يا اولاد؟ اللي هو الدي سيريبريتريجيتي، اللي هو الهيميبليجيا، اشهر مرض عصبي في الانسان، شلل نصفي. فالنص المشلول انك شايل انهيبيشن، وفاكر التمرين اللي فاضل لو سالك، فاضل اثنين فاسيليتاتوري، فاسيليتاتوري تيكا فورميشن وفيستيبولار نيوكليس. خلاص؟ فبيبقى هنا الليجن بنسميه فين بقى؟ مش في النيرون اللي تحت، بنسميه ابر موتور نيرون ليجن. واشهر حته فين قلناها؟ بيتقطع فيها الابر موتور نيرون ليجن في الانترنال كبسول، عشان يدي اشهر مرض عصبي في الانسان وهو الهيميبليش. بيبقى العيان في هذه الحاله عنده هايبرتونيا اهي، هوريها حتى قلنا ليه بوزيشن معين كده، بيبقى عنده تون اكتر في الانتي جرافيتي ماسل، فبيبقى عنده فليكشن في الابر ليم واكستنشن في اللور ليم. لو جيت تحاول تشوف التون هتلاقي ايده ناشفه،
في ريزيستنس يبقى في هايبرتوني. تعمل ريفلكسس تلاقيها اكزاجيريتد مش بحركه ايد، هتبقى بتتفرج على المسل هتلاقيها بتنقبض بقوه. يبقى ده اهم سبب، لو بدات بغيره يبقى بتهجس. يبقى الابر موتور نيورو ليجن، ليجن في الانترنا كبسول، هيميبليجيا دي اشهر مثال فيها هايبرتونيا وهايبر ريفلكس. ولما نيجي لمحاضره الابر ولور موتور نيورو ليجن هبقى احفظها لك بطريقه لطيفه جدا، اقول لك اوعى تنسى الابر فيها ابر فيها هايبرتونيا هايبر ريفلكس، اللور لما تقطع النير يبقى انت قطعت ريفلكس ارك، يبقى اتونيا ريفلكس. يبقى الابر ابر واللور لور، اوعى تنساه، لان العضله عشان تتحرك عاوزه تو نيرونز، ابر موتور نيرون ولور موتور نيرون للعضله. ما تقطع الابر مشلوله، مشلوله بس فيها هايبرتونيا هايبر ريفلكس، انا شلت انهبيش. لما تقطع اللور انت قطعت الايفرنت لين بتاع ريفلكس ارك، انت يبقى مفيش لا تونيا ريفلكس. فاوعى تنساها في حياتك دي، هنقولها في نوانيها وحته جميله جدا عمر ما حد معايا بيلخبطها. الابر ابر واللور لور، الابر هايبرتونيا وهايبر ريفلكس، اللور هايبوتونيا وهايبر ريفلكس. ده الاهم سبب. طيب نيجي لاسباب اخرى، الانكزايتي. لو عندك قلق لاي سبب وعملنا لك الريفلكسز هيبقى عندك هايبرتونيا وهايبر ريفلكس انكزايتي. ثالث سبب هايبرثايروديزم، قلناها زياده افراز الغده الدرقيه بتخلي ريفلكسز اكزاجيريتد. طيب نيجي الناحيه الثانيه بقى، لو شلت واحد من الفاسيليتيشن هيحصل بريدومينانس اوف انهيبيشن، يبقى هايبوتونيا وهايبو ريفلكسي، لان انت عملت انتربشن للفاسيليتيشن يبقى هيحصل بريدومينانس اوف انهيبيشن. مين اشهر مثال؟ النيوسيريبيلر ليجن. فاكر النيوسيريبيلر كان من ضمن الفاسيليتاتري، تحب نذكره مع بعض تاني؟ نتذكر اريا 4 فاسيليتاتري، كنت انت بتقول قصادها 4S اللي هي سبريسور اريا انهيبيتري. نيوسيريبيلر فاسيليتاتري كان قصادها باليوسيريبيلر انهيبيتري. فاسيليتاتري تيكا فورميشن فاسيليتاتري كان قصادها انهيبيتري تيكا فورميشن. اخر اثنين او واحده هنا واثنين هنا ما فهمش مقابله. فيستيبولار نيوكلس فاسيليتاتري كان قصادها الناحيه الثانيه بيزال جانجلي اندريد نيوكلس. وفهمنا ليه 4 قصاد 5؟ لان الانهيبيتوري تيكا فورميشن ده مش شغال بنفسه، هاز نو انترنسيك اكتيفيتي، فهم في اكشن 4 قصاد 4. اشهر مثال عيان السيريبيلم اللي عنده ليجن في النيو سيريبيلم، هتلاقي عنده يبقى شلت واحد من الفاسيتاتوري هيبقى عنده هايبوتونيا وهايبو ريفلكس. وعلى فكره ما تقدرش تاخد اكزامبل بيليو سيريبيلم انهيبيتوري يبقى يحصل العكس، لان بقولها للزملاء الاصغر سنا، لا يوجد في الهيومن بينجز حاجه غريبه ليجن في البيليو سيريبيلم. دي عرفنا ازاي ان البيليو ده انهيبيتوري اكسبيريمنتال، في الانيمال بنعمل له دامج فيحصل ان التون يزيد فعرفنا ان هو انهيبيتوري. لكن في الانسان ما ينفعش تقول ليجن في البيليو سيريبيلم، ما فيش ليجن في البيليو سيريبيلم في الانسان، المعلومات دي مش للطلب، للزملاء الاصغر سنا. ليجن في النيو سيريبيلم بس، هيومن بينجز ما فيش ليجن في البيليو سيريبيلم القديم. حتى تملي كنت بحفظها لكم بطريقه يعني ساخره بس لطيفه، بقول عيان السيريبيلم سوسو خالص، اهي السين مع السين، بيبقى سايب خالص، عيان السيريبيلم سايب سوسو عشان ما تنساش، ماشي كده يطوح ايديه ويتكلم كده يحرك وشه كتير، في هايبوتونيا هايبرفليكس. يبقى ما تعمل له التون تلاقي ما فيش ريزيستنس، العين سايب خالص اهو، تعمل له ايده كده سايبه خالص خالص وانت بتحركها، وتعمل له ريفلكسس تلاقي فيه هايبوتونيا هايبر ريفلكس قليله. بس في نقطه بقى هنا مهمه جدا جدا، انه لما تيجي تعمل له الني، ما انا قلت بتبقى شايل رجله كده وبتضرب بالمطرقه، غير ان الريفلكس ضعيف الرجل بتقعد رايحه جايه. ليه؟ لان بعد بص لي هنا، بعد ما ريفلكس يحصل مين بيمسك الرجل؟ التون. طب هو التون قليل، فبعد ما تعمل ريفلكس غير انه ضعيف الرجل تقعد رايحه جايه كده زي البندول، فيسموها بندولار ني جيرك. فدي مهمه جدا، يسموها بندولار ني جيرك، يعني غير ان الني الحركه ضعيفه مفيش حاجه تمسكها في الاخر، فبتقعد رايحه جايه فيسموها زي البندول بندولار ني جيرك. دي فين بقى؟ في اللي سايب
اللي هو سوسو اللي هو بتاع السيريبيلم نيو سيريبيلم اللي قلنا ما فيش بيليو سيريبيلم عشان ما تنسهاش. يبقى العين اللي مخشب بتاع الشلل النصفي اهو بقولها بالبلدي كده عشان تفتكرها. العين اللي سايب سايب بالسين معلش انجليزي على عربي هو بتاع السيريبيلم اللي سايب سيريبيلم اللي مخشب بتاع الابر موتور نيو ليجن اللي هو الهيميبليجيا اللي هو ليجن في الانترنا كبسول. ممكن يسالك بطريقه تانية يقول لك قول لي انواع النيجيرك اللي تعرفها. طالب يستغرب انواع النيجيرك اربع ممكن نورمال وممكن مش موجود ابسنت لو الفليكس ارك مقطوع وممكن هايبر جيرك وممكن بندولر لو كان فيها هايبوتوني. سؤال الناس تحب ساعات تستغرب بيه ايه انواع النيجيرك اللي تعرفها اللي هو النورمال والثلاثه ابلكيشن. بس هو عاوز تقول لك في الابلكيشن ان الهايبوتونيا بيؤدي الى بندولار نيجير دي عاوز يسمعها هو. يبقى الهايبوتونيا لما بتبقى غير ان في هايبرفليكسيا في النيه التوم ما بيمسكش رجل فتقعد رجل رايحه جايه انت معلقه في ايدك كده ورجل رايحه جايه بعد ما عملت الجير زي البندول فيش تون يمسك. يبقى في هايبوتونيا بتؤدي الى بندولار نيجير. يبقى نورمال نيجير اكزاجيريتد نيجير زي في الهيميبليجيا ويك بندولار نيجير ويك بندولار زي في السيريبيلم وبعدين ابس نيجير. يبقى تاني نورمال وابس وبعدين اكزاجيريتد نمره 3 وبعدين ويك هو عاوز يسمع تحط معاها اند بندولار. يبقى تاني نقولهم نورمال ابسنت اكزاجيريتد واخر واحده ما تقولش ويك اند بندولار. دي انواع النيجير. وتبقى حافظ اهم سبب هنا الشلل النصفي ابر موتور نيو ليجن ليجن في الانترنال كبسول هنا اهم سبب السيريبيلا. هل في اسباب اخرى؟ اه في أسباب. مش احنا قلنا هنا هايبر ثايروديزم يبقى نحط قصادها ميكسيديما اللي هي سيفير فورم اوف هايبوثايروديزم. للاوائل قلنا الميكسيديما دي مش هايبوثايروديزم دي سيفير فورم اوف هايبوثايروديزم. هنا انكزايتي تحط قصادها الناحيه الثانيه سليب بس ما تبداش بدول. نمره واحد هي المهمه يعني شوف عشان ابقى خلصت ضميري هحطها باللون الاصفر المشهور بتاعنا. هنا اهم حاجه ابر موتور نيو ليجن وهنا اهم حاجه نيو سيريبيلا بس عشان تبقى اتفقنا. طيب للاوائل بقى ايه الكلينيكال امبورتنس غير الثلاثه دول؟ يعني معظم الطلبه الممتازين هيكتبوا الثلاثه دول لكن الاوائل عندهم راي اخر ان في تطبيق تاني اكلينيكي لطيف قوي. ان في العيانين اللي عندهم upper motor neural lesion اللي هو هايبرتونيا وهايبرفليكسيا خلاص اللي هو الليجن في الانترنال كبسول بيبقى عندهم يوجد ظاهرتان تؤكده ان ده عنده upper motor knee lesion ليجن في الانترنال كبسول اللي هم ايه بقى؟ ساين بنعمله في الايد اسمه لينثنينج رياكشن وعليك في العمل الكلام ده لانه في هو ده الطب يا اولاد. وساين تاني بنعمله في الرجل اسمه كلونس غالبا في الرجل ممكن نعمله في غير الرجل بس غالبا في الرجل. نيجي اللينثنينج رياكشن لو جيت لايد العيان المشلولة اللي عنده شلل نصفي اللي هو عنده هايبرتونيا وهايبرفليكس يعني الظاهرتان دول بص انا كاتبها لك ازاي ما نلاقهمش في شخص طبيعي فقط في واحد عنده هايبرتونيا وهايبرتونيا بسبب ابر مثلا موتور نيور ليجن اللي هو قلنا اشهر سبب. الظاهرتان دول بيعتمد على ايه؟ انك لاول مره احنا شرحنا ايه البارت 1 في المحاضره الاولى شرحنا الستريتش ريفلكس والانفيرس ستريتش ريفلكس فمكتوب كده في التكست بوكس يا اولاد ان مودريت ستريتش يؤدي الى كونتراكشن دي ايه دي ستريتش ريفلكس وماركد ستريتش يؤدي الى ريلاكسيشن العكس دي ايه دي انفيرس ستريتش ريفلكس. فبيقول لك ذا فينومينون اوف مودريت ستريتش كونتراكشن اند ماركد ستريتش ريلاكسيشن يعني التو ريفلكسز اللي خدناهم دول ار بيست ذيس فينومينون از بيست شون تقدر تشوفها بطريقه رهيبه ان بيشنت ويذ هايبر هايبرتونيا مش في الشخص الطبيعي.
اللي عنده predominance of facilitation واللي هو أشهر مثال الأبر موتور نيو ليجن اللي هو ليجن في الانترنال كبسول عمل الشرى النصفي. لو جيت للعاني اللي إيده مشلولة للإيد المشلولة غير إنها ناشفة حاول تتنيها أنت اعمل passive flexion امسك إيد العيان وحاول تتنيها خلاص هتلاقي ظاهرة غريبة جدا. يبقى أنت ما بتحاول تتنيها بتعمل إيه؟ بتطور الترايسبس عشان كده سموها lengthening reaction. يبقى لما بتحاول تتني الإيد كده يبقى الترايسبس بتتشد ففي الأول المود بيحصل لها moderate stretch فده بيؤدي إلى contraction فأنت هتحسها إزاي؟ إن في resistance كل ما بتحاول تتني التون بيزيد التون بيزيد لأنها بتحاول تكونتراكت moderate stretch بيعمل contraction فأنت هتحسها في صورة resistance. بعد كمية معاناة حصل marked stretch في الترايسبس يبقى حصل اكتيفيشن لمين بقى الانفيرس ستريتش ريفلكس بولجي تندرون اورجان اللي هو بيعمل ايه انهيبيشن فيحصل سادن لوس اوف ريزيستنس اند ريلاكسيشن. الحقيقه لازم تشوفها عشان خاطر ما تنساهاش. انا همثل الدورين انا المريض اللي عنده شال نصفي اي دي دي بتاعت المريض واي دي دي بتاعت الطبيب فالطبيب هيمسك ايد العيان اللي هي ناشفه ويحاول يتنيها فانا ملاحظ في مقاومه ليه لاني لما بحاول اتنيها الترايسبس بيتشد ففي الاول المودريت ستريتش بتعمل كونتراكشن يعني ريزيست بص لي اهو المودريت ستريتش المودريت ستريتش بيعمل كونتراكشن على ريزيستنس في الاخر لما اتنيها قوي الماركد ستريتش بيشغل بولجي تن اورجان بيعمل انهيبيشن هلاقي الايد الثانيه على طول يبقى في الاول في مقاومه 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 وفجاه مفيش مقاومه ده يسموه لينتنج اكشن. بالظبط يا اولاد احسن تشبيه في العالم هو زي المطوه قرن الغزال الكلاس نايف لما بتمسك مطوه قرن غزال وتيجي تقفلها في الاول تلاقي فيها مقاومه وبعدين فجاه تروح قافله هو بالظبط كده. واحد يقول لي الدكتور ناجي بيشبه بمطاوي لا مش الدكتور ناجي اللي بيشبه بمطاوي ده تعبير عالمي ان العيال اللي عنده هيموفليجيا لما تحاول تتني ايده بالظبط زي المطوه قرن الغزال كلاسب نايف ريجيتي في الاول في مقاومه 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 وبعدين مفيش اي مقاومه لانك في الاول المودريت ستريتش بيعمل كونتراكشن يعني ريزيستنس المودريت ستريتش وانت بتتني ايده بيعمل المودريت ستريتش كونتراكشن يعني في ريزيستنس بعد كده الماركت ستريتش بيعمل ريلاكسيشن يبقى لوس اوف ريزيستنس يبقى الاول المودر اهو ال باتنا نقيده يبقى المودريت ستريتش المودريت ستريتش بيعمل كونتراكشن عن ريزيستنس المودريت ستريتش كونتراكشن عن ريزيستنس بعد كده الماركت ستريتش شغل انفيرس ستريتش ريفلكس فيحصل ريلاكسيشن ايد التاني يبقى زي المطوه قرن غزال في الاول في مقاومه وبعدين تضيع المقاومه المقاومه بسبب الستريتش ريفلكس انك كل ما بتشد الترايسبس بتنقبض فبتقاومك طب وفقدان المقاومة بسبب الانفيرس ستريتش ريفلكس اللي بيعمل انهيبيشن للمصل بالظبط كانها مطوة ارض غزال فيسموا ده لينثنينج رياكشن. هذا الكلام لا يرى في شخص طبيعي لازم شخص عنده بريدومينانس اوف فاسيليتيشن هايبرتوني. ثاني ظاهرة مهمة جدا في الرجل برضو هنشوف فيها الستريتش ريفلكس والانفيرس ستريتش ريفلكس كرونس. لو جيت مع الاعتذار دي رجل المريض اهي يعتبر دي رجل المريض كده ودي ايد الطبيب انا بمثل الاثنين دي المريض ودي ايد الطبيب وجيت للرجله مشط رجله كده ورحت عامل احفظها صم صادم من تين ستريتش لازم الكلمتين لا تقول صادم ولا تقول من تين لازم صادم من تين صادم من تين ستريتش تلاقي الرجل عملت ايه كلونس يعني كونتراكشن ريلاكسيشن مش انت ايدك اللي بتعملها تلاقي الرجل رايحه جايه كده ده يسموه كلونس. ليه تعال افهمك لان حضرتك لما بتعمل صادم من تين ستريتش بتشد المصل يبقى شغلت انهي ريفلكس الستريتش ريفلكس فيحصل كونتراكشن فرجلي تطلع تنزل لتحت فاثناء الكونتراكشن بيتشد التندر الجولجي تندر اورجان يعمل انهيبيشن وانت حاطط ايدك ترجع تاني فتقعد الرجل عامله كده يبقى لما بتعمل لاي عيان صادم من تين ستريتش تقعد الرجل رايحه بالشكل ده يسموه كلونس لانك لما بتعمل صادم من تين ستريتش بتشغل ستريتش ريفلكس بتكونتراكت المصل تروح رجل نازله
طب لما يحصل كونتراكشن شد على الجولجي سنر اورجان يعمل انهيبيشن للمصل وانت حاطط ايدك فتروح مرجعها تاني ان سو اون ذا سايكل ريبيتس ات سيلف. يبقى مره اخرى ده فينومينون اوف ستريتش ريفلكس اند انفيرس ستريتش ريفلكس. لان انا قلت الانفيرس ستريتش ريفلكس للاوائل ما بيشتغلش فقط مع الماركت ستريتش اوف مصل، لكن بيشتغل كمان مع الكونتراكشن اوف ذا مصل، وده اللي شفناه. هذه الظاهرة اللي هي الكورونا، استعالى الرجل واحد طبيعي أخوك ولا حاجة ورفعها بإيدك كده من عند منطقة الجاستروفيميس السمانة بتاعت رجل رفعها ويحط إيدك على مشط رجله واعملها كده مش هيحصل حاجة خالص. لكن لو جيت لعيان عنده شلل نصفي ورفعت رجله المشلولة عنده هايبرتونيا في رجله وهايبر ريفلكس ورحت ماسك مشط القدم وعملت صدم انتين ستريتش، هتلاقي غصب عنك رجله عمالة تهز في إيدك كده. ده اسمه كولونس، انكل كولونس. دي برضو اخرى ظاهره ستريتش ريفلكس وانفيرس ستريتش ريفلكس، ده للاوائل. يبقى الطالب العادي لما يقول له ايه الامبورتنس اوف كلينيكال سيجنيفيكانس اوف تندون جيرك او اوف ستريتش ريفلكس هيقول فيه ثلاثه اهم. لا مش دي الرسم، هيقول فيه ثلاثه ايه انه لو الريفلكس ارك اتقطع يبقى في اتونيا اي ريفلكس، شلت واحد من الانهيبيشن هايبرتونيا هايبر ريفلكس، شلت واحد من الفاسيليتاتوري سنترز هايبوتونيا وهايبوريفلكسيا، وفي حاله النيه هتبقى بندور. اوعى تنساه ده اللي هيكتبه الشخص بالحاجات بالجدول الرائع ده اللي وريته لكم، ثلاث اسباب لكل واحده من الثلاثه تبقى شايفها كويس قوي. خلاص لا انتوا مختلفين يا اولاد، انتوا ما بتكتبوش كده بس، تقول لا لا ده العيان اللي عنده هايبرتونيا ده وهايبر ريفلكسيا ده عنده يوجد ظاهرتان تانيين غير دول، اللي هما ظاهره في الايد اللي هي لينثنج رياكشن، وظاهره في الاغلب بنشوفها في الرجل، لان ممكن نعمل كرونس في الريست على فكره في المعصم نفس الفكره، تمسك مشط ايده وتعملها كده، بس الاشهر بنعملها في مشط القدم. يعني في انكل كرونس وفي ريست كرونس، بس الانكل هي المشهوره في الدنيا. ايه اللينثنج اكشن اللي هي بيسموه اوعى تنسى مطو ارض الغزال كلاس نايف ريجيدي، دي ايد المريض حضرتك هتمسكها وتعمل باسيف فليكشن تتني ايده، كل ما بتتنيها فانت بتسترتش البايس الترايسبس، فبتمر بمرحلتين، في الاول المودريت ستريتش هي بتعمل كونتراكشن، انت تشوفها في صوره الريزيستنس عماله تزيد اهي، كل ما بتتني الريزيستنس عماله تزيد، وفجاه حصل sudden loss of resistance. الاولانيه كانت stretch reflex والثانيه كانت inverse stretch reflex. طالب مره سالني وقال لي ده مش عليكم، هو في حاجه اسمها shortening reaction؟ مش في lengthening؟ اه لو فردت ايده ثاني هتلاقي التون رجع ثاني بعد ما كان اختفى يرجع. reappearance of tone لما تعمل extension لللمب وبالتالي shortening of triceps. يبقى خلاص مش هيشتغل reflex فيرجع التون ثاني. ده القصة. اما الكرونس ففي نقط مهمة جدا، انه اهم كلمة تعمل له صادن من تين، صادن من تين ما تنفعش كلمة لوحده، لازم صادن من تين، صادن من تين، فهتلاقي هيحصل ايه بقى، انا اعملها بالليزر اهو، alternating contraction and relaxation في المصل، مصل هتcontract وتrelax. ليه هتcontract؟ بسبب الستريتش ريفلكس، وهتريلاكس وبعد انت تقدر ترجع رجل تاني بسبب الانفيرس ستريتش ريفلكس. يبقى هاتان الظاهرتان اللي هما مودريت ستريتش كونتراكشن ستريتش ريفلكس ماركت ستريتش ريلاكسيشن اللي هو الانفيرس ستريتش ريفلكس، بنشوفهم فقط في المريض اللي عنده هايبرتونيا predominance of facilitation، مش في normal person اللي هو اشهر عيان بتاع الابر موتور نيو ليجن الشلل النصفي اللي هو ليجن في الانترنال كبسول اللي هو كنا سميناه في الانيمال وهو في الانسان نفس الاسم، دي سيريبريت ريجيتي، دي سيريبريت ريجيتي بسبب انك شلت كل حاجه ما عدا اثنين هعيدهم للمره 20، فاسيليتاتوري تيكا فورميشن وده فاسيليتاتوري من اسمه، وفيستيبولار نيوكلاس ودي فاسيليتاتور. يبقى الطالب العادي هيكتب ثلاث حاجات يا اولاد، ثلاثه، انما الطالب الغير عادي هيكتب اكتر من ذلك، هيكتب خمسه اللي هم اللينثنج اكشن والكرونس، العادي هيكتب
اتونيا ريفلكسيا لو قطعت ريفلكس ارك، هايبرتونيا هايبرفلكسيا لو شلت واحد من الانهيبيتوري، هايبوتونيا وهايبوريفلكسيا ومعها بندولار نيجيرج قلتها 100 مره لو شلت واحد من الفاسيليتات اللي هو السيريبال نيو سيريبال، انتوا هتزودوا عليهم اللينثنينج رياكشن والكلونس. ده كان سيشن 1 يا اولاد، راحه 5 مينتس وبعديها نخلص الديسوردرز اوف باراثايرويد في سيشن 2.